المرحوم محافظ شرطة أول نعتبره ونحسبه شهيد وطن، وتعرف بشهيد حادثة جبل جلود يوم 2 ماي. الحادثة صارت بعد نصف الليل في منطقة جبل جلود. اللي قاموا بالفعل هذه هما مجموعة إرهابية تنتمي إلى تيار ديني متشدد معروفين في المنطقة هذيك، وخاصة بداوا النشاط نتاعهم في ديبوزفيل. كانوا مستولين على الجامع تاع ديبوزفيل، نصبوا فيه إمامهم اللي هو موقوف معاهم، وبدات الأنشطة نتاعهم أنشطة ناس يقوموا بالتأديب. نصب واحد في غياب نوعا ما للأمن في المنطقة هذيك، كانوا فارضين نوع من السيطرة باسم تأديب وباسم حماية المنطقة، يقوموا بجمع أموال لفائدة تدعيم الجهاد في سوريا. كانوا يجمعوا في الأموال هذه من عند الناس اللي من عند العطار، من عند الخضار، من عند الجزار، الناس كل تدفع تقريبا مبلغ 25 دينار. ومن بعد كي خذوا ثقة في أنفسهم وشافوا الناس خايفة منهم، خذوا معناتها مساحة، لقاو مسافة قدامهم في الماتش نتاعهم، ووصل بهم الحد لأنهم يعملوا دوريات سلفية. صاروا يكرهوا في السيارات ويخرجوا، وليلة الحادثة هذيك خارجين في عملية احتطاب، شافوا المرحوم متوقف بالسيارة نتاعو يتكلم في الهاتف نتاعو، اتجهوا ديريكت باش يحتطبوه. وقت اللي عرفوا اللي هو أمني طبقوا عليه الحد. شنو معناه الاحتطاب؟ الاحتطاب هو البركاج بلغتنا نحن، ولكن بالمفهوم الديني نتاعهم هي فتوى تبيح جمع أموال من طرف الأمن ولا من طرف شركات رأس مالية يشوفوهما من أجل تدعيم الجهاد نتاعهم. شوفوا رواحهم هما مكلفين بالجهاد والناس الأخرى متخاذلين، أو الناس الأخرى أعداء طاغوت كما الأمن، يجوز الاحتطاب منهم، فك أموالهم بطريقة بركاج. تعتقدوا بأنه المرحوم كان مستهدف لشخصه ولا بصفته الأمنية؟ أبدا ما كانش مستهدف لشخصه، كان فقط وقع بطبيعة وتعرض لعملية احتطاب وقع تصفيته، خاطره إنسان ينتمي إلى سلك الأمن بصفته الأمنية، مش ضحية لصفته الأمنية فقط. حكاية التنبيه هذه سمعنا بها عن طريق الإعلام، يعني سمعنا اللي هم ماهيش أول في بالي أول عملية قتل يقوموا بها، لكن ماهيش أول عملية احتطاب كما متداول توا. قبل ما تصارت عملية أخرين على بعض الأعوان وكل شيء، وخوفوهم باش ما يعلموش الحكاية، ما يظهر لي الأعوان هذو قبل ما تقدموش بشكوى. بقى ثم صار إعلام السلطات حسب ما بلغنا بكونوا الجامع نتاع ديبوزفيل هذايا محتلين ويستعملوا فيه الأغراض نتاعهم هذايا اللي ذكرها أخوي عدنان.